عقد ولي دخلة والدبو سيد ماحي والحامد اليوم بقاعة الاجتماعات بالولاية اجتماعا بطاقم الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للماء بمدينة والدبو وبعثة قادمة من نواكشوط ضمت مدير التوزيع بنفس الشركة. يهدف هذا الاجتماع إلى إيجاد حل دائم ومستعجل لمشكل المياه على مستوى مدينة والدبو، وذلك على ضوء الزيارة الأخيرة التي نفذتها السلطات الجهوية لمصالح الشركة الوطنية للماء بالمدينة، والتي مكنت من الوقوف على مكامن الخلل وأنجع السبل لمعالجته. وتم خلال الاجتماع تقديم مقترحات وحلول استعجالية تضمنت إعادة برمجة التوزيع بالمدينة وتقليص مدته حتى تستفيد كافة الأحياء من الكميات الموزعة بالتساوي من حيث الكميات وتوقيت الاستفادة.